طمني والنبي يا دكتور. ان شاء الله خير، بس الولد لازم يخش العنايه المركزه 24 ساعه تحت ام ملاحظه. يا لهوي، بعد اذنك. دكتور يا رب الوضع يروح مني، الوضع يروح لحماده، الوضع يروح مني. اعمل حاجه بقى، اعمل حاجه، اتصرف. الطف بيا يا رب، يا رب، يا رب، الطف بيا يا رب. يا ابني في ايه يا اختي؟ في ايه؟ الواد هيروح مني، الواد هيروح مني يا سخية. ابني هيروح. ما تقوليش كده، ألف بعد الشر عليه. أنا هتكلم مع الدكتور، ولو حكمت هنقله لك مستشفى تانية. ما تشيليش هم أي حاجة. منين؟ أدفع منين؟ أجيب واحد يا بت. أنت ما بتعرفيش أنت غالية عندي قد إيه يا رأي. يخليكي ليا يا أختي. إلهي يسترك. أنت عارفة أنا ماليش حد، لا أب ولا أم. والنبي يا سخية ما تسيبنيش. الواد كان بيفرفر في ايدي، قلبه بيوجعه يا سخية، وصغير قوي. يا ريتنا لو انت لقى يا ابني، يا ريتنا لو انت لقى يا ابني، يا ريتنا لو انت لقى. بس يا بنت، بس يا ريتنا لو انت لقى يا ابني. يفضل لنا ايه بعد الناس اللي بنحبها ما تروح مننا؟ حاسه بيكي وعارفه قد ايه الخوف على العزاز بيوجع القلب، بس احمدي ربنا على اللي انت فيه. اقل انت ما عندكيش طار مع حد، ولا دم بيصرخ من قبره عايز يرتاح ويبرد. بعد الغاليين ما بيفضلش حاجه غير وجع القلب ودمع العين. ايه يا دكتور؟ الواد تمام الحمد لله؟ بقى لله. ايوه الواد كويس يا عبد العزيز. شد حيلك. انا شدت حيلي، الواد كويس ولا ايه؟